معانا النهارده في استوديو بالليل الفنانه الجميله نهى الشراوي. وبنبارك لها على الكليب الجديد كالعاده، والحمد لله الحمد لله مكسر الدنيا اكتساح، والحمد لله تم استلام النسخه الاصليه لام بي 3. بالتوفيق دايما كده يا رب، واللي منورنا برضه الاستاذ احمد الاداره الشاطره، بالتوفيق دايما ليكم دايما كده يا رب، وسعداء دايما معاكم وانتم منورنا هنا من داخل استوديو بالليل. بشكر طبعا اخويا مؤيد الهنداوي واخويا احمد عنتر، الشغل اللي كان فظيع والحمد لله، وبشكرهم على التعب الكبير اللي تعبوه معايا، واحنا جينا اهو بجد المكان هنا تحفه وروعه، ولازم كل اخواتي وحبايبي لازم يجوا هنا، لان هنا المكان فعلا خطير بامانه والله العظيم، والشغل طالع زي الفل، ويا رب كده يحسن سوق كل الاعمال اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كل الجديد والمختلف دايما عشان الناس بتتعب ربنا يكرمهم، وعايز اشكرهم 100 مره بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. دعواتكم دايما لينا كده يا رب، التوفيق دايما للجميع كده.